انتخابي للدورة اللي للدورات اللي سبقت، يعني الدورة السابعة والثامنة. السابعة والثامنة. فالجماهير الإيرانية عندما صوتت لخاتمي ورفضت أن تعطي رأيها بصناديق الاقتراح للمرشح اللي يمثل الحكومة، اللي المرشح اللي يمثل تيار المحافظين اللي هم مسيطرين ومهيمنين على مفاصل مؤسسات الحكومة سواء كان العسكرية منها والمدنية، فاتجهوا نحو خاتمي، بما أنه خاتمي إجا في شيء جديد، إجا ببرنامج إصلاحي، وإجا وكان يؤكد على حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الصحافة، إعطاء متنفس للقوى والأحزاب، وحتى كان يطرح قضية التعددية الحزبية في إيران، زين حرية المرأة وإعطاء حقوقها كاملة بعدما أصبحت مهمشة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية وهي تعتبر نص المجتمع الإيراني. وأيضا كذلك جاء بقضية المطالبات القومية واللي كان ينص عليها الدستور ولو بشكل جزئي في بعض المواد، منها المادة 15 و19، فكان يؤكد على يعني تنشيط والعمل على هذه المواد المعطلة فيما تخص الشعوب. كلها هذه كانت دافع إلى أن الجماهير الإيرانية وخاصة في مناطق الشعوب غير الفارسية أن تتجه نحو صناديق الاقتراح لتعطي صوتها ورأيها، تعطي للمرشح الإصلاحي آنذاك خاتمي، رفضا لمبدأ ولاية الفقيه، رفضا للجمهورية الإسلامية اللي يمثلها بالواقع يعني قسم من جماعة الحكم اللي هم المحافظين، وتتبلور في شيء اسمه ولاية الفقيه. فكلها هذه كانت دلالة على أنه لا لشيء اسمه ولاية فقيه، لا للديكتاتورية، نعم للحرية، نعم للديمقراطية، ظنا منهم الجماهير بأن تجي الحركة الإصلاحية وتستطيع أن تترجم عمليا البرنامج الانتخابي اللي اجت به واللي لغت يعني تأييد وكسب جماهيري واسع. ما حصل اليوم أيضا، الكثير من قوى المعارضة الإيرانية قاطعت الانتخابات، لكن الواقع المجتمع الإيراني بشكل عام جاء لصناديق الاقتراح يعني من أجل يعني إشهار كلمة لا للذين يحكمون حاليا اللي هم المحافظين اللي هم اللي على رأسهم الولي الفقيه. فكان هذه الجماهير جاءت إلى صناديق الاقتراح ووقفت مرة أخرى إلى جانب الإصلاحيين، ولو أنه كانت تجربة موجودة أنه الحركة الإصلاحية لم توفي بوعودها ولم تحقق الشعارات اللي طرحتها، ولكن أيضا كان بصيص من الأمل يراود هذه الجماهير عسى وأن عن طريق صناديق الاقتراح يتمكنوا من إزالة يعني هذا يعني هذه الفئة من المجتمع الإيراني اللي تمثل بالمحافظين من الحكومة اللي على رأسهم كان اللي مثلهم في الأربع سنوات هو أحمدي نجات. نعم، ايضا احنا دخلنا في مشروع ولاية الفقيه، وايضا المرجع الاعلى وهو اعلى سلطة في ايران علي خامنئي، بما انه هناك في المظاهرات هتف الشعارات الموت للديكتاتورية، يا ترى هذا الشعار يوجه لمن؟ بالحقيقة يعني الديكتاتورية كما دائما نؤكد عليها يعني اللي موجودة في إيران يعني عمليا يعني تتمثل أو تبرز نفسها بشيء بالحكم المطلق وبالاختيارات
الكثيرة والعديدة لشخص واحد اللي هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية للنظام. نعم. اللي هو علي خامنئي، واللي الناس عندما طرحت هذا الشعار أو أطلقت هذه النداءات وهذه الشعارات فلتسقط الدكتاتورية، القصد منها الدكتاتورية اللي تتمثل بولاية الفقيه، لأنه الدستور الإيراني عندما يعطي كل هذه الصلاحيات لشخص واحد هو بالواقع يعني دستوريا قانونيا شرعنة الدكتاتورية، لكن بغلاف إسلامي، بغلاف ديني، بغلاف اللي دقدق مشاعر الجماهير وتعطي هالة وتعطي شرعية لدى الجماهير. شوف في خطبة إمام جمعة طهران اللي كان بإمامة السيد أحمد خاتمي ماذا قال؟ بالحرف الواحد قال إنه اللي خالف ولي الفقيه، اللي يعصي ولي الفقيه بمثابة يعني خلاف مع صاحب الزمان، بمثابة العصيان على صاحب الزمان. يعني شوف هذا يعني الواقع، يا ترى هل هذا في حتى أصل ولاية الفقيه اللي الإصلاحيين أيضا ما عندهم خلاف عليه، يعني ما يعطي ما يجوز للولي الفقيه أن يدعي أنه هو يعني تعليماته يأخذهن من السماء أو يأخذهن أو يتعامل مع شاركة هو قاصر شرائع سماوية وكذا.